الخير، مساء السعادة، مساء التفاؤل على حضراتكم. حلقة جديدة وعيشها ببساطة مع غادة. ساعات كده تكون قاعد لا بيك ولا عليك، تلاقي حد جاي يجر شكلك، جاي يعني يتكلم معاك كده، أو حاسس إنه عايز يتخانق معاك. في التوقيت ده بالذات اوعى اوعى تدي فرصة لحد انه عايز يتخانق يتخانق معاك، انه يطلع طاقته السلبية عليك، او انه يحاول يثبت لنفسه على حسابك انت حاجة معينة، او انه يحاول يقلل من قيمتك او من قدرك او من ثقتك في نفسك. قل له اسف ما عطلكش. يمكن من اكتر الحاجات اللي بتتعبنا احنا وبتأثر على حياتنا في الشغل، في البيت، في الشارع، في أي مكان، المشاكل والخلافات. ومن أهمها ومن أصعبها المشاكل والخلافات اللي بتكون في الأسرة أو في الحياة الزوجية. موضوع المشاكل والخلافات اللي بتكون في الحياة الزوجية هو مش بيأثر على الطرفين كزوج وزوجة بس، لا، كمان بيأثر على الأطفال. يعني بتلاقي الطفل تحصيله الدراسي قليل جدا بسبب ان في خلافات في البيت. بتلاقي الزوج رايح الصبح الشغل يعني زي ما بنقول كده على وشه غضب الله، يعني اللي هو متضايق مخنوق او مفيش ابتسامه، او الكفاءه بتاعته قدرته الانتاجيه في الشغل قليله وضعيفه. ده بيبقى في الاغلب بسبب المشاكل اللي بتقابله في الحياه الزوجيه، ونفس النظام بالنسبه للست. طيب حابين نعرف مع حضراتكم ايه اكتر المشاكل اللي ممكن تكون سبب في، او اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل وبتكون سبب في الخلافات الزوجية اليومية في الاسر. معايا ومعاكم النهاردة الحلقة ان شاء الله هنتكلم فيها على المشاكل، هنتكلم فيها على طريقة الحل على قد ما نقدر. خليكم معايا، انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طيب ايه اكتر مسببات او ايه اكتر الحاجات اللي بتزعجنا في الحياة الزوجية بتعمل لنا مشاكل؟ لو قلنا رقم واحد المصاريف، الفلوس، المشاكل المادية، ممكن يكون في حد بخيل وحد مصرف بزيادة. لو قلنا الاولاد، تربيتهم، حواراتهم الكتير ومشاكلهم اللي ما بتخلصش. في نقطة مهمة وهي تدخل الأهل بعمد أو من غير، يعني برضايا أنا كزوجة أو زوج، أو غصب عني أنا كزوجة أو زوج. كمان في التوقعات اللي في الغالب ما بتحصلش، أو سقف الطموح اللي يعني في الآخر بيرسي على خيبة أمل جامدة جدا. كمان ممكن نقول النقد المستمر، ممكن نقول المقارنة، الكذب، التحوير، الخيانة. في حد في الطرفين ممكن يكون بيبص للدنيا بنظرة متفائلة شوية، وعارف أو حاسس وعنده أمل إن بكرة إن شاء الله هيكون أحسن. والطرف التاني يعني نقول إن هو واقعي زيادة، إنه عنده نظرة تشاؤمية شوية، حاسس إنه مهما عمل ومهما حاول مفيش، مش هنقدر، مش هينفع، انا مهما بشتغل، انا مهما بعمل، الوضع وحش معايا. كمان في حد في العلاقه بيكون حابب ان هو يسعد الطرف التاني جدا، حابب ان يسعد الاولاد جدا، والطرف التاني المستقبل ما بيفرقش معاه ازاي يرد ولو جزء بسيط جدا من التعبير الحلو دوت اللي بيوصل له يوميا او على مدار مواقف كتيره بتحصل في حياته، فبيحصل خذلان جامد جدا. كمان حاجه مهمه قوي، قله التقدير. قله التقدير وحشه، وحشه قوي قوي قوي.
لما أكون أنا بحاول بكل قدرتي إن أنا أسعد الطرف اللي قدامي وأقدره ولو بأبسط الحاجات، يعني مش إن أنا بحاول أعمل حاجة عالية أو حاجة أوفر أوي، لا بس على الأقل بأبسط الإمكانيات الموجودة عندي، ومع ذلك ألاقي إن الطرف التاني مفيش، زيرو، مفيش تقدير خالص. المشكلة دي في قلة التقدير بالذات يعني ممكن تؤدي ل قلة الكلمة الحلوة في البيت، من الآخر حتة الطبطبة، حتة الإحساس الجميل اللي بيجمع الزوج والزوجة، ده بيخلي فيه حالة من حالات البرود أو الفتور في البيت أو ما بين الزوجين، ودي يمكن من أكتر المسببات اللي بتخلي الزوجين على طول كده في مشاكل، في قلق، في توتر، لأننا وصلنا لمرحلة فقد التواصل، فقد الحوار. هي دي أكبر مشكلة، لما بنفقد حوارنا الدائم المستمر اليومي أو التواصل اليومي، خلاص الحياة بتكون صعبة جدا. الوضع إيه؟ إذا كان الشريك اللي معايا مفيش كلام ما بيني وما بينه، إذا كان الشريك اللي معايا مفيش حوار ما بيني وما بينه، علشان كده لازم يكون في حوار، علشان كده لازم يكون في كلام. مشكلتنا إحنا هنا امتى وازاي وفين يكون الحوار، يعني اختار الوقت المناسب. ما ينفعش في اي توقيت اتكلم في مشكله ما او في حاجه تخصني انا او تخص البيت عامه، ما ينفعش في اي مكان، والاهم الطريقه والاسلوب. انا لو قاعده بتكلم مع واحده صاحبتي ومزعلاني في موضوع يعني او في مشكله بيني وبينها وصاحبتي مش شريك حياتي، وبتكلم بالطريقه دي، انت اصلك مقصره معايا في كذا، اصل انت كنت المفروض تعملي كذا، اصل كان يصح، اسلوب الشكوى، طريقه الشكوى دي يعني من اخطر اللغات اللي احنا ممكن نتكلم فيها او نتكلم بيها مع بعض احنا كزوجين. ان انا على طول بوجه اتهام للي قدامي، على طول اللي قدامك ما بيستقبلش الكلام بصدر رحب، او لان انت بتشتكي، انت يعني مش بتتكلم بطريقة اللي هو والله انت كان ممكن تعمل كذا، او اسلوب انك بتلتمس العذر، لا، فعلى طول اللي قدامك بيتعامل معاك باسلوب المواجهة، هو خلاص مش في دماغه اصلا ان انت ليك حق عنده في شيء او حاجة، لا، هو دلوقتي بقى يواجه الكلام او يواجه الطريقة او الاسلوب او الشكوى اللي انت بتشتكي منه فيها عن طريق ان هو بيدافع عن نفسه، وهي دي اللي بتسبب المشاكل وبتخلي لو موضوع صغير قد كده وما بين الزوجين يكبر بشكل غير عادي. لازم نكون عارفين كويس قوي يا جماعه ان كل واحد فينا كزوج وزوجه اتربى بشكل وبطريقه واسلوب مختلف تماما عن التاني، عنده معتقدات مختلفه عن التاني، علشان كده لازم في حوارنا والتواصل يكون في تقدير للي قدامنا مع اختلافنا في وجهات النظر، ونحاول ان احنا نوصل في النهايه للراي الصح. النهارده انا هوافق وهقتنع برايك، بكره حضرتك هتوافق وتقتنع برايي. لو جينا لمساله المصاريف او المشاكل الماديه اللي بتواجه اغلب البيوت، لو بالورقه والقلم وبالراحه جدا انا جبت زوجتي وقعدت معاها واتكلمت معاها، مصاريفنا قد كذا، التزاماتنا قد كذا، وخلي بالكم ان كل بيت وله اولوياته، يعني انا النهارده البراند اللي انا عايزه اشتريه ده اولويه، الحاجه اللي انا عايزه اشتريها بس بمصروف بسيط او بشيء بسيط على قدي ده اولويه، اجتهادي في شغلي ودراستي و اولويه. فانا بشوف ايه هي اولوياتي وبحط خطه بسيطه جدا ما بيني انا وما بين شريكه حياتي، وبنحاول ان احنا نوصل لحاجه صح من غير خلاف ومن غير مشاكل، لان في النهايه يا جماعه الحياه الزوجيه هي حياه تكامليه، احنا مش هنقف قصاد بعض ند او ضد، بالعكس احنا الاثنين بنكمل بعض على قد ما نقدر. كمان حته تدخلات الاهل، للاسف في ستات كتيره بتسمح لاهلها وخاصه الام انها تتدخل في حياتها، ودي مشكلة بل كارثة. ونفس النظام بالنسبة للزوج، بيسمح ان اهله او والدته او والده يفكروا له ويقولوا له اعمل كذا وكذا وكذا. انا اسف، انا ممكن اسمع لاهلي
كويس جدا وكون مستمع جيد، لكن ما نفذش غير الصح. اللي انا شايفه في حياتي مع زوجتي ومع اولادي هينفع، خاصة في التوقيت والعصر اللي احنا عايشينه. حضرتك اتربيت بشكل وطريقة، ودلوقتي انت بتربي اولادك بشكل وطريقة مختلفة تماما. لو او في يعني في بعض الاحيان، احنا مش عايزين نعمم، لان زي ما في الوحش زي ما في الحلو، في يعني هنقول حموات شوية صعبين شوية بيتدخلوا ما بين الزوجين، سواء من ناحية الأم أو من ناحية سوري سواء من ناحية الزوج أو من الزوجة، وبيعملوا مشاكل جامدة جدا، ترسي في النهاية لحتة الانفصال، وقبل الانفصال بتكون في مشاكل كتيرة جدا. فالموضوع أبسط من كده بكتير، يعني بلاش تدخلات الأهل في العلاقة الزوجية، بلاش، لأن الموضوع في الأول في الآخر هما الاتنين حياة، هما الاتنين مع بعض بيكملوها. لما حضرتك هتتدخلي من هنا وحضرتك من هنا، العلاقة باظت. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين. مسببات المشاكل الزوجية، يمكن من أهم وأصعب المسببات دي قلة الثقة. لما بتنعدم الثقة بين الطرفين بتعمل فجوة كبيرة جدا. انعدام الثقة أو الأمان مش بيكون في التعاملات المادية وبس، بالعكس الأخطر بيكون في التعاملات اليومية، المواقف الحياتية اللي بتعدي علينا كل يوم. العلاقة بتبقى مبنية دايما على الحب والمودة والرحمة والثقة. لو فقدت الثقة في الطرف اللي قدامي فقدت الحياة الزوجية. كمان النقد، النقد المستمر، ولو كان النقد ده بالسلب، بمعنى ان انا كل ما اشوف اللي قدامي انا شايفة زوجي مثلا مقصر، مهما عمل مقصر، مهما عمل انت ما بتعملش، انت ما بتجيبش، انت كان المفروض كذا وكذا، او انا كزوج شايف زوجتي انها مقصرة في نفسها او في بيتها، مال شكلك عامل كده ليه؟ مال الاولاد عاملين كده ليه؟ البيت الاولاد تحصلهم في المذاكره وهكذا. النقد السلبي، انا ممكن يكون في حاجه فعلا مش عاجباني في شريك حياتي، بس ممكن احاول ان انا على قد ما اقدر اوجهه للطريق الصح، اسلوب راقي، اسلوب النقد الايجابي مش السلبي، مش التقطيم زي ما بنقولها بالعاميه، ان كل ما اشوفه اقعد ادي 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 كلام تقيل. من أصعب الحاجات اللي بنلاقيها محاولة سيطرة طرف على الطرف التاني، إن أنا أحاول أغيره، أحاول كده أغير كل حاجة فيه يعني مش عاجباني، ودي مشكلة جامدة جدا. لأن ما ينفعش، لو أنت قبل الجواز شايفة إن فيه عيوب، طبعا إحنا بناخد فترة الخطوبة دي دراسة، بدرس فيها شريك حياتي بشوف إيه هي إيجابياته وسلبياته. كمان حضرتك ما فيش حاجة اسمها ان بعد الجواز هيتغير او ان هي بعد الجواز هتتغير، لا ده ضحك، احنا بنضحك بيه على نفسنا. فما حاولش ان بعد الجواز اغيره، لا انا ممكن اقاوم من العادة السيئة اللي بتزعجني فيه، او اقاوم من العادة السيئة اللي بتزعجني فيها. لان على مدار اليوم احنا لما بنكون زوجين مع بعض بنكتشف عادات سيئة كتيرة جدا، عادات مزعجة كتيرة جدا. على طول ممكن يكون هو مشغول ماسك الموبايل بره، ما بيدينيش اهتمام، بتكلم مش سامعني، هي اغلب الوقت ماسكه التليفون بتتكلم مع مامتها مع جارتها، واقفه في المطبخ على طول، او على طول عايزه تنزل وتروح وتيجي. في حاجات كتيره كده بنكتشفها بعد الجواز، بعد ما بنقعد فتره مع بعض وبناخد بقى على بعض خلاص، ما بيبقاش في حتة بتجمل او بتصنع علشان خاطر ابين احلى ما عندي، خلاص. ودي مشكلة جامدة جدا، ان زي ما قلنا قبل الجواز فترة الخطوبة كل واحد فينا بيحاول انه يبين احلى ما عنده، ليه بعد الجواز بنبين اسوأ ما عندنا ونتعامل مع اللي قدامنا انه ده عادي، انه ده شيء عادي، وبنفقد الشغف.
احساسنا بالشغف ده هو دايما اللي بيخلينا عايزين نتواصل مع اللي قدامنا، ان لسه في حاجه عندك انا عايز اكتشفها واعرفها. لما بنفقد حاله الشغف دي الحياه بتبقى ممله، الحياه بتبقى كده جافه رتيبه ماشيه على وتيره واحده. ف بجد ما ينفعش ان احنا مع فترات الجواز الاولى بالذات نخلي الحياه ماشيه كده عادي وتبقى الامور عاديه، لا دايما يبقى فيه تجدد. والموضوع ده كمان بتكلم فيه مع البنات والستات المقبلين على الجواز، دايما يكون فيه تجدد، تجدد في البيت، في طريقه الحوار، في الكلام، في الاستقبال بتاع زوجك لما يجي. حاجات كلها بسيطه بس بتخلي الحياه الزوجيه روح جامده جدا. كمان لو اتكلمنا على شيل المسؤوليه، زي ما قلنا كده ان في حد ممكن يكون شايل المسؤوليه قوي والتاني رامي الحمل خالص، ودي مشكله جامده جدا. وفي الاغلب بنلاقي دايما ان الست هي اللي شايله او متحمله مسؤوليه البيت والاولاد ومسؤوليه الراجل كمان على فكره، تربيه، رعايه، اكل، ممكن تكون كمان هي بتشتغل ومع ذلك مش بتقصر في امور بيتها. علشان كده لو حضرتك منشغل اغلب الوقت ما ينفعش، بيتك وزوجتك واولادك ليهم حق عليك، ما ينفعش ترمي عاتق المسؤوليه على الزوجه فقط، تبقى هي الام والاب. الاولاد دايما بيبقوا محتاجين وبالذات في سن المراهقه ان الاب يبقى متواجد في شيء من السيطره والقوه، وقبل فتره المراهقه فتره الطفوله محتاجين حب بابا وحنيته ان بابا يبقى متواجد معانا اغلب الوقت. طبعا في رجاله كتيره الواحد بيلتمس ليهم العذر لان هم اغلب الوقت بيكون عندهم شغل كتير، في ازواج بيكون عندهم شغل مره واتنين في اليوم، يعني احنا مقدرين ده، واي ست لازم تقدر ده لان اكيد انت بتعمل كده علشان توفر لها حياه كريمه، لكن في المقابل لازم ما تغفلش دورك في الحياه الزوجيه. المقارنه، لو حبيت اتكلم عن المقارنه، ان في بنات ما شاء الله عليهم او ستات بيوت بيقارنوا حياتهم بحياه صديقه ليهم او حياه جاره او حياه اختها. ما ينفعش، ما ينفعش اقارن حياتي وظروفي وكل حاجه في بيتي بحياه حد تاني. طالما ارتضيت من البدايه بالظروف والوضع اللي انا فيه يبقى اقلم نفسي على ده وكمان اسعد نفسي واسعد اللي حواليا. وحضرتك طالما ارتضيت وخدت الست دي زوجة ليك يبقى ما عليك غير انك تسعد نفسك وتسعدها، وما تحاولش تقارن ما بينها وما بين اي حد تاني. ولو كان في مشكلة بنقعد ونتكلم ونحلها. يمكن اغلب البنات والستات بعد الزواج بيكونوا عايزين الاستماع من حضرتك. اكتر حاجه الست بتكون حباها وعايزاها انك تسمع لها. هو الزوج دايما بيوفر الامان بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، والسند والظهر، وبيوفر حاجات كتيره قوي مكان الاب بالنسبه للزوجه، لكن من اهمها الاستماع، انك تستمع لها، تستمع ليها، ان هي لما حابه تتكلم معاك في موضوع تقعد وتفهم هي عايزه تقول ايه. يمكن هي حابه بس انها تتكلم من باب الفضفضه، من باب ان انت تسمع لها وتحس باهتمامك. كمان هي عايزه منك انك تضحك في وشها، انك تبتسم، مش عايزه اكتر من كده. الموضوع ده هيفرق، يعني احنا دايما مقدرين دور الراجل بره البيت والمشاكل الكتيره اللي بيقابلها من اول ما بيخرج لغايه ما بيرجع، لكن بلاش اول ما تخش تقول لها انا تعبان انا مرهق، هي على فكره عارفه ومقدره ده كويس قوي. لكن لو في مكالمه تليفون قبل ما تخش البيت كنوع من انواع الاهتمام، ان امكن محتاجه حاجه او عايزه حاجه، الموضوع ده بيفرق بشكل غير عادي. ولما نخش نسال عاملين ايه، اخباركم ايه، الحاجات دي كلها بتفرق في الاحساس وفي المعامله اللي ما بينكم انتوا الاثنين. بالنسبه لحضرتك وانا كست وعارفة أغلب عيوبنا إيه كستات إلا من رحم ربي، يعني بلاش نقعد نرغي على الفاضية وعلى المليانة، بلاش نقعد ننكد، يعني بلاش المية وحداشر اللي بنرسمها أول ما بيخش علينا. حتى لو أنت زعلانة من شيء أو حتى لو في حاجة مضايقاكي منه،
أنا ممكن أستقبله بابتسامة حلوة، أستقبله وأنا وش حلو، أستقبله والبيت هادي وكل حاجة حواليا هادية، يبقى شكلي وريحتي وأولادي وكل حاجة نظيفة زي ما كان متعود يشوفني قبل الجواز، الوجه الصار، الريحة الحلوة، الأكلة الحلوة، الهدوء في التعامل وفي الكلام، يأكل ويشرب ويقعد ويهدى، وبعد كده أبتدي أتكلم في المواضيع اللي أنا حابة أتكلم فيها معي. وبلاش يعني مواضيع أصل ماما عملت وأصل خالتي عملت وأصل صاحبتي، هو ما يخصهوش على فكرة، الكلام ده تتكلمش مع أخواتك ومع صحباتك، نتكلم في المواضيع اللي تخصنا إحنا الاتنين كزوجين، نتكلم في المواضيع اللي هنبني عليها مستقبلنا أنا وهو، الحاجات اللي هتعلي منه وتعلي مني، نتكلم في مستقبل أولادنا، نهزر نضحك لا هو عيب ولا هو حرام، نتدلع لا هو عيب ولا هو حرام، ده زوجك ودي زوجتك. لو ما كانش الـ 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 يعني الأمور اليومية الحياتية اللي ما بينكم أنتوا الاثنين فيها حب ورحمة وكل المعاملات الإنسانية الجميلة، هتلاقيها فين حضرتك أو حضرتك هتلاقيها فين؟ يمكن أغلب الشباب دلوقتي بقوا متخوفين من موضوع الجواز والبنات بسبب المشاكل اللي بيقابلوها في السنة الأولانية، وأصبحوا دلوقتي بيعملوا شروط في عقد الجواز، طبعا شروط ما تبطلش عقد الزواج، زي مثلا هي ممكن تحط شرط ان انا مش هسافر معاك، هفضل قاعدة في البلد هنا لو اتجوزنا انت حبيت تسافر، او انا عايزة اشتغل او اكمل دراستي بعد الجواز وممكن هو يمنعها، فانا هحط ده في العقد. فالموضوع تطور قوي بسبب الخلافات البسيطة جدا اللي ممكن بتفكيرنا، يعني تفكيرنا اقول العقيم شوية، بتكبر، فنكبر دماغنا على قد ما نقدر، خاصة لو المشاكل تافهة وصغيرة، طالما احنا من البداية بنحب بعض ومتفقين ان احنا نكون مع بعض على الحلوة والمرة زي ما بنقول، يبقى خلاص اعتقد ان الموضوع هيبقى سهل وبسيط، واحدة واحدة نتقبل فكرة ان انا مختلفة وانت مختلف، ونحاول ان احنا زي ما قلت في البداية نكون علاقة تكاملية مع بعض، احنا بنكمل بعض، انا هنا بكملك وبكون ظهري ليك وبدفعك للامام دايما انك تكون حد ناجح، ونفس النظام ده بيعود عليا انا. وهنا كلمة للبنات والستات يا جماعة، اعملي اللي عليك دايما، اعملي اللي عليك دايما، لسبب ان انا لما اعمل اللي عليا مع زوجي ومع اولادي وفي بيتي، هو ده مش يعني مش اللي هو ده اجبار، لا 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 خالص، هو ده الصح، ان انت لما تعملي كده وتخلي بيتك او تخلي اسرتك اسره سعيده فعلا، هتلاقي على طول المقابل او رده الفعل من زوجك زي ما انت عايزه ويمكن اكتر كمان، لان مفيش حد بيبقى عايز يتجوز علشان ينفصل، مفيش حد بيتجوز عشان عايز نكد او زعل او خناق، بدل ما انا طول الوقت قاعده بقول ده ما بيتغيرش، ده وحش، ده فيه، ده عليه، وهو نفس النظام، ابتدي بنفسي اشوف ايه السلبيات اللي عندي واحاول اغيرها، ما اقعدش اغير فيه هو، اغير من نفسي للاحسن، الوضع هيختلف تماما. لما اغير من نفسي واكون داعم لنفسي وما انتظرش انه لو هو مش موجود انا مش هكون مبسوطه، انا مش هكون سعيده، انا رامية الحمل كله عليه في حته ان هو يبسطني ويساعدني، يا ستي هو ممكن يكون مشغول، اسعدي نفسك، اشغلي وقتك، ما تخليش همك كله راح فين، جه منين، لا اختفي شويه من قدام منه، بس اختفاء صح بعد تاديه كل واجباتك، الموضوع هيختلف، هتلاقيه هو اللي بيبحث عنك، هو اللي بيدور علشان يقعد معاكي ويتكلم معاكي. اشغلي وقتك بالرياضه، اشغلي وقتك بالقرايه، اشغلي وقتك بحاجه بهوايه انت بتحبيها، الموضوع هيختلف معاك، مش هتبقى فيه مشاكل، اغلب المشاكل بسبب الفضا اللي ممكن يكون عند حد فينا، الموضوع هيختلف. في النهاية احنا الاتنين بنكمل بعض، في النهاية احنا الاتنين دورنا ان احنا نساعد بعض كزوج وزوجة، مش ان احنا لا ننكد ولا نزعل ولا يكون في اي خلافات ما بيننا، بالمودة بالرحمة بالبساطة امورنا كلها هتعدي. نهاية الحلقة بتمنى لكم حياة سعيدة، حبوا وارتبطوا، مفيش أحلى من إن احنا نكون كيان أسرة سعيدة بكده. انتظروني في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنتكلم فيها في مواضيع قوية جدا، ومكملين في عيشها ببساطة. دمتم في رعاية الله وأمانه.